السلام عليكم يا جماعة الخير باللعبة المنتظرة لعبة The Day Before يا جماعة. هذه اللعبة تكلمت عنها بقناتي الثانية من فترة جدا قصيرة راح تنزل يا جماعة الخير، ولكن اليوم راح نجرب اللعبة فقط، راح نجربها ما راح اقيم على اي شيء، راح نشوف التقييم بالقناة الثانية ان شاء الله يا جماعة الخير. اللي مو متابع القناة الثانية يتابعها، موجودة بالوصف يعني. اوكي شباب، اتوقع واخيرا انضميت الى سيرفر. تخيلوا معانا ما في سيرفرات، كل السيرفرات فل. هذه اول نقطه سلبيه، ركز. المهم ندخل نشوف اللعبه. انا دخلت الان سيرفر نورث امريكا، يعني البينج عندي راح يطلع عالي جدا يا شباب، للاسف في اوروبا كله مشغول يعني. وانا ما زبده شباب، انا ماسكيني نوعا ما، كنت طايح في مكان ما يعني، فماسكيني يقول لي انت مبين انك مو من هذه المدينه، فتعال هنا انا عالجتك الان، واعتبر هذا المكان مكانك يعني. اوكي نايس شباب، اوكي نايس والله، كاول وهله كذا للشخصيه. ديم احس انه اسطوري والله الى الان. ما ادري يا جماعه، ما شربت اللعبه كثير، ولكن شفت بعض المقاطع على السريع. اوكي انا جدا سعيد لانك استرجعت طاقتك بسرعه يا نوعا ما. هذا يا جماعه الخير دكتور في مدينه وودبري، يعني لك اسمه ليونارد. انا ماي نيم از مامكالو، ماي نيم از مامكالو، ليتس جو. اوكي شباب، الزبده رحب فيني وقال لي تعال خذ حقيبتك وامشي للمكان بشكل كامل. ليتس جو يا حبيبي. هذه الحقيبه يا جماعه الخير اخذناها الان. اوه العب، عندنا ايتمات كثيره والله. باك باك هنا لازم نحطها بمكان الباك باك اتوقع هنا صح؟ ما بدي البسها الباك باك دي، كيف البسها؟ يب انحطت الان. اوه شباب كانه كانت معلقه والله نوعا ما. اوكي راح اغض نظر، تمام ما علينا. تمام تاب الان، اخذت الاغراض. اوه يلي اذا تبي اسلحه وهذه الامور روح شيك المكان الثاني. تمام اوكي ابشر، ليتس جو. كيف افتح الباب طيب؟ وين الباب ينفتح شباب؟ ما ينفتح الباب. درينك واتر كاتب لي، اوكي اشرب مي. اوكي سوري والله درينك يا حبيبي، جالس اشرب مياه الان يا جماعه. شويه ميكانيكيات نتعلمها على السريع قبل أن ندخل عالم اللعبه. انا متحمس جدا اطلع لبرا للامانه يا جماعه، ابي اشوف الزومبي، ابي اقاتل. لعبه سكم انا جالس اقارنها بذي الان. اوكي والله طالما قارنتها يعني. وهي نفتح الباب الان من هذا المكان. سلام عليكم يا حبيبي. اوكي شباب افتح الباب. اي ايش ذا؟ هذا شخص ثاني. اوه هذا اللوبي اللي وعدونا فيه شباب، انه في لاعبين كثيرين راح يكون هنا. ليتس جو. هذا اللوبي يا جماعه الخير، نايس. شوفوا الناس كيف يركضون في هذا المكان. هذه هي وودبيري طبعا، مدينه وودبيري يعني. فجالسين يرحبون بالناس الزوار الجدد اللي عايشين من العالم الموحش اللي بالخارج من الزومبي طبعا يا جماعه، بفضل الدكتور ليونارد اللي جالس يعالج الكل. اوكي؟ لان هو الدكتور الوودبيري. هذا مكان الاسلحه يا جماعه الخير، جنز اما. اوكي في لاعبين كثيرين حول، والله عندهم اسلحه اللاعبين. شوف شوف شباب. دامت هذا واحد يركض كمان، هذا ستورج كيبر. اوه ماي جاد والله احلى شيء الانيميشن مع اللاعبين الحقيقيين كذا، تحس حالك بالاجواء الان. راح نستكشف كل الاماكن يا جماعه الخير. المقطع هذا عباره عن تجربه للعبه، تمام؟ بعد ما اجرب اللعبه راح اقيمها بكل مصداقيه بقناتي الثانيه. هذه الفكره بكل اختصار. هذا هو الدكتور يا جماعه الخير، ليتس جو دكتور ليونارد. ان شاء الله برجع لك بعدين. في عندنا صاله رياضيه كمان نتمرن، ليتس جو نتمرن بعد شوي كمان شباب. كل هذه الامور قلت لكم انا متحمس لها كثير جدا اجربها. في عندنا كمان صاله سونا يا جماعه. اوكي يا جماعه كاول وهله للجرافيك يعني اسطوري جدا يعتبر، ولو انه عندي شويتين 48 فريم جالس العب يا جماعه. ازبط يا شباب، هذا المكان اللي لازم ارسم فيه الان. هذول اللاعبين هنا جالسين يختبرون ميكانيكيات نوعا ما. احس حالي جالس العب ببجي الان على لحظه يا جماعه. هذا اللبس والله ما بزيد اقرب ببجي. اي في شنطه هنا، وهذا في شنطه هنا، شنطه من ذي؟ جماعه بلوي ذي والله، حدا ناسي شنطه هنا كانه الان. اللوت فاضي، في حد ناسي شنطه هنا اتوقع، ما ادري والله كيف كذا، والله ما علينا. في بعض اللوت ممكن تاخذ لوت، ممكن اشياء. هذا هو شباب محل الاسلحه اللي هو جنز اما. هلا والله فيني اكلمك انت الان؟ ما يمديني اكلمك. هذا هو مكان الاسلحه. هلا والله يا حبيبي، ممكن اكلمك شويتين؟ ابي اشوف الاسلحه اللي معك. شايفين يا جماعه لك انت مو بقائمه السكان اللي هنا، اتمنى انك تسجل حالك بالاول قبل لا تجيني يعني الان. اوكي شباب راح اسوي المهمات شيئا فشيئا، تمام؟ والمفروض يخلوني استكشف بكيفي. شوفوا ذا كيف لابس هنا، والله في ناس مضبطين وضعهم والله يا جماعه. ديم زبده جالسين استكشف اكثر واكثر. اوكي انا الان رايح الغرفه هذيك يا جماعه الخير. اوه ماي جاد يا المكان المحلاه، شوف المكان نايس، مكان كذا تجلس فيه وحركات وبار وايز بيزي. تمام شباب خليني اخلص شويتين من المهمه هذه عشان يمديني اشوف ايش في عندنا بعدين. اوكي ليتس جو ليتس جو، على السريع بس كذا نسوي هذي، نخبر هذا انه نحن جينا الان الى هذا المكان. هذا الليدر، هذا الرئيس شباب. تمام شباب الان علمته ان انا موجود هنا، يعطيك العافيه. توك تو ايدار. اوكي اعطاني مهمه ثانيه لازم شباب اخلص المهمات الجانبيه على السريع هذه. الان وداني مكان الاسلحه، شايفين انا جاي اسبق الامور كنت الان. هلا والله حبيبي، قبل شوي تقول لي ما يمديك، تعال هنا. صار الان يمديني ولا ما يمديني؟ خلينا نشوف الان. يلا وري. الله اعطاني سلاح، هذا السلاح اللي شفته ظهر كل واحد. السلاح اللي اعطوه للجميع شباب. اوه دي ركب قطع، قطع ايش دي؟ يلي روح على الورك شوب عشان تجمع القطع. اوكي نتعلم اللعبه شباب، انا جاي اسبق الامور اكثر، ما اعرف ليش مستعجل. هذا هو الورك شوب طبعا يا جماعه، راح نجي لهذا المكان ونجمع القطع فوق بعضها الان. اوكي كونتينيو.
نختار هذه يا جماعة. شايفين كيف ركبت عليها هذه الآن؟ أوكي نايس تاب. أوكي نايس خلص الآن. ركب هذه كمان يا جماعة وركب الجريب هذه. شايفين كيف هذا صار أسطوري السلاح؟ نايس. لا لازم أكلم شخص اسمه أبي يا جماعة أو بنت اسمها أبي يعني. فينك يا أبي؟ أنا I'm coming أبي. خليني بس أحط نقطة على الشاشة يا جماعة، ما نعرف وين أضغط بالتحديد صراحة، هذه نقطة سلبية للعبة الأمانة. Open storage أوكي. افتحي لي الخزنة شوي. هذه الخزنة. Put item in storage. نحط هذه هنا مثلاً. نحط هذه هنا كمان. نحط هذه يا جماعة. نايس جود باي مع السلامة. عرفنا الآن في مخزن يا جماعة. اسكيب فروم تاركوف هذه. هذه لعبة اسكيب فروم تاركوف حرفيا. يعني شويتين تختلف عن السكم تماما، حتى مو بس شويتين. وين السكم وين ذي يا جماعة؟ حاول اكلم دكتور ليونارد يا جماعة الخير على السريع الآن، على الماشي على البارد المستريح. يا دكتور يا دكتور انقذني يا دكتور. هلا والله دكتور، ايش اخبارك الان؟ ان شاء الله طيب علومك الان. مكان هنا يسجلون فيه الاشياء. يسجلوا كل واحد ايش محتاج بالتحديد. والله ما ادري اذا اضحك ولا يبكي نوعا ما، بس والله مهزل الموضوع. ما يخلوك تطلع برا المكان لين تخلص كم هم هنا اوكي. انا محشور اني اخلص هذول يعني الان. اوكي ما علينا. بالبار. اي والله بالبار. هلا والله يا البار يا جماعه، والله يا انه مكان بيرفكت والله. ديمت اوكي. السلام عليكم حبيبي اخبارك؟ اي لوك هو سو اخبار شاطي. اعطاني اي اعطاني ادوات والله، اعطاني ادوات يا جماعه. شايفين اوكي بيج فيرست كيت نايس والله. فهذا هو الليدر تبعنا بالكامل، نحن جالسين نشتغل جنود عنده يعني نوعا ما. فليتس جو. السلام عليكم يا كريس، سجلني بالمدينه لو سمحت. جود باي ليتس جو. صرنا من السكان الجدد يا جماعه الخير بالوود بري. جو اوكي. اللي الان روح على مكانك الجديد، بيتك الجديد، وحاول انك تنصب مكانك في ذاك المكان يعني المكان اوكي ارضي يعني هذه اوكي شباب. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا مكاني. جو لاند بلوت يا جماعه. وهذا هو منزل العزيز الغالي. اوه جراج شباب ديم نايس. هذا هو البيت اللي وعدونا فيه الا والله. اوه ماي جاد العالم خارج فريمات بحر، وانا احسب فريمات خفيفه. انا حاط لعبه على الترا يا جماعه اوكي فانتاستيك، حتى حاطها يعني اعلى من الالترا. فشوف الان فريمات 90 والله نايس والله والله ديم والله. فين الخيمه طيب؟ انا ماني فاهم. هذا هي الخيمه. ما معي فلوس عشان اطور بيتي بالوقت الحالي، احنا خيمه طينا خيمه طبعا. يعطيكم العافيه، هذا بيتي الجديد يا جماعه. السرير تبعنا طبعا لازم نحطه في مكان الان، راح احطه هنا. هذا السرير تبعي الان. لسه في اشياء اني احطها، ما معي فلوس المشكله. في ذي والله نايس والله. طيب نحط ذي جنب السرير يا شباب عشان تعرفون انكم منظمين يعني. انا اذا بنام بحط جوالي هنا، عارفين شباب الفكره اوكي. طيب لسه في اشياء يعني. في راديو كمان والله ديم. شوف الراديو شباب. هي مديني احط راديو على الطاوله المفروض، استهبل حبيبي. خلاص حط راديو هنا ما عليك. اوكي شو عندنا كمان؟ عندنا هذه كمان يا جماعه، هذه بحطها هنا. يا اخي خليني احطها على الطاوله طيب، مو معقول انت والله. ما خليني احطها على الطاوله شباب والله، خلاص بحطها فوق هنا. ابشر خليكي فوق الراديو. جو باك تو وود بيري. اوكي لازم نروح على العالم وود بيري من جديد يا جماعه. يعني هذا المكان تشيله لبيتك وخلاص. ليش صرنا منظور اول؟ الو ما بدي اروح منظور اول. اوكي نطلع من هذا البناء. عندي فضول هذه الشناطي ايش بالتحديد والله. كلهم فاضيين والله، كلهم فاضيين شباب، شيء غريب والله. ما علينا. اوكي شباب عدنا الى غرفه العمليات من جديد. ممكاله هنا، انا ودي اطلع لبرا صراحه قاتل الزومبي. فالان اللي يروح على ابي من جديد. يا ابي ويا اصدقائي، انا ابي اطلع برا. بلا ابي بلا ما ابي اطلع برا والله. خلوني اطلع. اوه ايش ده؟ ايش ده؟ ما واحد يراقب هنا شكله معلقه والله. طبعا في جليتشات ايرلي اكسس لا نكذب يا جماعه، بس هذا الشيء جدا عادي. اللعبه توها نازله يعني رحموا اللعبه شويتين. اوه 3000 معي بالستورج روم والله نايس. خليك هنا اصلا ما باخذك الان. نايس كومبليت يا جماعه، نيو بيجينينج اخيرا سوينا. اعطونا 3000، اعطونا اشياء كثيره. بدنا نفتح هنا الجورنال هنا يا جماعه الخير. فور ذا سي. اوه نسوي مهمه ب 1000، نسوي مهمه هذه ب 1000. اوكي ما بسوي مهمات بالوقت الحالي، ابي اروح مكان اسلحه اشتري سلاح ثاني صراحه للامانه. بس اتذكر في مكان اسلحه لاني شويتين ضايع يا جماعه. هذا هو اوكي، تعال بشتري سلاح اخر يا شباب. اوه ماي جاد نايس والله شباب. شايفين الاسلحه اللي معانا هنا؟ اوكي عندي سلاح هنا، عندي 60 طلقه بهذا السلاح. بدي اشتري طلق هذا السلاح بخمسة، بس فلوسي كانت هناك. طيب جود باي جود باي ما عليك. شباب فلوسي كانت هناك والله، نسيت فلوس هناك ما علينا. اوكي شباب شفنا هذا المكان شويتين، ابي اروح ازور الجيم. من فين الجيم بيكون يا ترى؟ خلينا نراقب شويتين هنا. ستورج روم لا، نبي الجيم يا جماعة. كيف ممكن افتح الخريطة واشوف؟ يمكن من تحت، اكيد من تحت. من هنا كان تقريبا المكان، اتوقع كان من هنا صح؟ البار من هنا. اوكي نحن عارفين انه البار من هنا يا جماعة. وهنا في اوكي هنا. انا ما نزلت لهنا ابدا، ثاني استكشف ذا المكان يا شباب. اتوقع ذا هو المكان الوحيد اللي انا ما جيته الان، وذا هو اللي احنا نحتاجه. صاله رياضيه والاشياء كلها لازم تكون هنا المفروض يعني. سونا هنا، شايفين حمام السونا هنا شباب اوكي. هذا السونا في هذا المكان. مديني اروح؟ مديني اروح.
اوه ماي جاد شباب دخلنا السونا عشان نرجع دمنا الى الفل، يعني على اساس اذا انت كنت يعني متضايق، اذا كنت يعني مجلود من الزومبي بالخارج تجي هنا الى حمام السونا وترغينا شويتين وتعبي دمك الى الفل يا حبيبي. استرخاء تام، استرخاء شديد، بس كذا يعني تسترخي وتروح، يعني قصدهم بهذه الفكره انه استرخي وروح شوف شغلك وارجع بعدين يكون دمك تعب. اوكي اوكي هذا المكان ايش هذا؟ هذا ايش تشتري من هنا؟ ما بدي نشتري من هنا. اوه الجيم، هذا الجيم يا جماعه. لا والله بالجيم بدينا نلعب على ذي ولا لا؟ لا تدري ما يمديني العب على الاد. اقول له والله يمديني، بس ايش هذه؟ لا يعني هذه يمديني والله شاي. تعال نجرب. نو انف فود كوين. لازمني فلوس عشان اجرب. لا او ماي جاد ما معي فلوس ابدا كمان انا، يا الله نسيت اجيب معي فلوس والله. طيب خلينا نشوف ايش في عندنا كمان في هذه الاماكن، نرجع بعدين معكم الان يا شباب. ايزي بيزي. من هنا الطلعه وهنا ما في شيء هنا. اوكي خلينا نطلع، خلينا نطلع. هذا مكان، هذا ستورج روم. اي ستورج روم هنا والله، تعال هنا ابي فلوس والله. خلينا يا جماعة تخيل ناخذ معانا مثلا كذا. ياب اخذت معي 900 يا جماعة. جود باي جود باي. مسدس يا ممكالو، ابي ارخص مسدس عندك الان، مو مهم يكون مسدس قوي تمام. هذا والله ودي اخذ مسدس ولا لا؟ ياب نشتري ذا المسدس يا جماعة والله. اشتريت المسدس هذا يا شباب صار عندي الان، بس ايش الطلق اللي يحتاجه؟ 9 ام ام. اتوقع هذه هي 9 ام، ياب هذه هي. خلينا ناخذ جماعة الخير على الاقل 100 طلقة، فيني 100 طلقة؟ 124 طلقة. والله فضينا الفلوس اللي عندنا بالكامل، بديت احفظ الاماكن حتى شباب. اوكي يا ابي ابي شوية اشياء يا ابي 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 ابي. اوكي شباب اخذت منها شوية فلوس علشان انزل لتحت على النادي مباشرة، ابي اجرب النادي. اذا اليوم ما جربت نادي ما يمديني اهدى يا جماعة، لازم اجرب النادي. اوكي بنجربها شويتين يعني، انا ما جبت على الفاضي يا ولد، انا اصلا متحمس للنادي اكثر من اللعبة نفسها للامانة يعني. هذا هو يا جماعة. اوكي مشينا. لا ما عليك ابي اجرب ذي والله، قلت لي ما معك فلوس كافية عشان اوريك الان. اوه نايس والله مداني، نايس صرفت 50 سنت، بس 50 سنت اوكي والله. كيف ارفعها طيب؟ ماني فاهم شلون يسويها طيب، بس كذا يسويها لوحده هو ما يسوي شيء انا؟ فينيش؟ يسويها لوحده بس اتفرج يعني. اوكي شباب يعني نوعا ما، لا والله توقعت احسن يا شباب والله النادي. اوكي توقعت اللعب يكون احسن من كذا بكثير، مديني العب على ذي والله ديم. ما يمشي ولا لوحده يمشي الان، نسويها للاخير، شايفين الخط اللي تحت لازم يكمل للاخير. زين ما راح اضيع وقتي فيها يا جماعه، انا بس حبيت اجرب هذا عشان اوريكم كمان كيف بتكون يعني. اوكي فا اوكي لما لا. اوكي شباب ليتس جو، فلننطلق الى عالم الزومبي، الى عالم المغامرات. هلا والله يا حبيبي. اوكي يلا مشينا على برا. ليتس جو يا مام كالو، اطلع من المكان. حبيت المكان كثير، بعطيه تقييم المكان هذا 8 من 10 للأمانة شباب بدون أي كذب. المكان هذا عجبني كثير، فيه كل شيء تحتاجه أنت يعني، ولو أنه بعض الدروب فريمات على السريع بتنحل هذه المشكلة بعدين إن شاء الله يعني، لأن فيه لاعبين كثير أنا أصلا دروب فريم أشك أنه جاي من الشناط اللي بالأرض. أوه ماي جاد يا جماعة الخير، عالم اللعبة وأخيرا ماني مصدق جالس ألعب ذي اللعبة بعد كل هذا العذاب يا جماعة. وهذا اسمها نيو فورتشون سيتي يا جماعة الخير، مدينة جديدة ذي. طلع سلاحنا ذا ونطلع المسدس ذا يا شباب. أوكي عشان أي حد يطلع نطق واحدة في نص مخه، نخاع الشوكي. طبعا بعالم الخارج هنا انا متحمس اروح على الاوتيل هذاك، او مو الاوتيل يعني، شايفين شباب المكان هذاك يعني اللي كان كذا مول كبير جدا يا جماعه، ودي ادخل المول هذاك. يا الله لا تقول لي ذا هو المول، هذا متجر شايفينه، متجر مفتوح والله. اوه هذا ايش هذا؟ محلات طبعا شباب كلها مهدومه كلها مكسره، بدك تحصل لوت بكل مكان هنا. في لاعبين، في حد جالس يطلق، وفي حد جالس يطلق يا جماعه والله. لازم اكون حريص يا جماعه والله، في لاعبين ثانيه ترى. خليني بالمسدس احسن عشان كذا اشوف وجهه الشق اللي حيطلع لي، لان على الاغلب في لاعبين ثانيين غيرنا. اوه بده مفتاح ذا، مفتاح ايش تحتاج يا ولد؟ بدي اسرق ذول. اي بديك تسرق كل شيء والله نايس، في فلوس هنا 2 شباب دولارات، مش حامل معي فلوسي كلها كمان والله ديم. انا سمعت صوت طلق برا للامانه، و45 دولار كمان والله ديم والله. في فلوس شباب اجل بالاماكن هنا، في هنا اشياء بالهدايا ذي. اوه اقسم بالله اني خايف يا جماعه والله، في اصوات برا الان وربي اني خايف، لان العالم كله ضد بعض يعني، احنا ضد الناس ترى الان. لازم انتبه والله، لازم انتبه يا جماعه. انا اكره فكره انه السيرفرات تكون فل بهذه الدرجه كمان يا جماعه، انتم ما تخيلتوا كم قضيت وقت لما ادخل اللعبه. مدينه كلها مهجوره تماما، شايفين الخراب اللي صار هنا شباب؟ يخرب بيت الحاله. تعال ننزل من هذا الطريق شويتين يا جماعه، والله اقسم لا خايف اراقب وراي يطلع لي واحد الان. ده زومبي يا شباب، اول زومبي لنا، اول زومبي شباب، اول فايت مع زومبي. واحده اوكي. للامانه شباب ما ادري والله، خلينا نشوف اذا معهم اغراض ولا لا. ما حبيت القتال ضد الزومبي كثير، بس اوكي ما علينا.
ما راح اضغط كثير يعني بنفس الوقت. يجون الناس هنا، يجون المدينه كلها تهجم علي يعني. واو والله الزومبي كلها تهجم علي بكل مكان والله. لازم احاول اطلع اصوات اقل يا جماعه. هدي الوضع شويتين، المفروض لما اهرب خلص يروحون مني نوعا ما. متجر الادب، اوه ماي جاد. سمعت صوت طلع. وات ذا ايش ذا؟ اي في انذار هنا. في انذار شباب، اقفل الانذار ذا. اوه في سر، كلمة سر. حبيت والله. سلك، اوكي تعال نجرب يا جماعة الخير الاكواد. انا بقول 4 7 5 6 ولا واحد صح. 3 6 5 9 ولا واحد صح. ود 7 6 3 5 اوه ماي جاد. خربت شباب خربت، ما عرفت افتحها والله. والله اني ما عرفت افتحها والله. اسكت لا تفضحيني الان، اسكت يا ورق فرخ حمامك. اوه كان في حجار. صوت الموسيقى انا حبيت والله، نايس والله. لا والله خربت شباب، شايفين خربتها والله اني حمار. هذه ملوته هنا، ملوت هنا كمان يعني المتاجر. اوه ناس جاكيت والله، نغير جاكيتنا شويتين. خليني اخذها معي ذي والله كمان. ليتس جو. ما اعرف فين بدي ادور هنا. شوف صوت الموسيقى ما احلاه. ديم اوكي هنا ما في لود زياده. الزبده شباب نطلع لبرا الان تمام. تدرون ايش انا بروح اشتبك مع هذاك اللي جالس يطلق والله. عندنا حياه واحده نعيشها وربي اللي اروح اجلده الان. صراحه شباب فكره جدا حلوه انك تدخل الاماكن هذه وتلوتها، كل مكان غير عن الثاني يكون يعني. شوف انا هنا دخلت الى مطعم مثلا يا شباب، والمطعم كله مكسر، كله مخرب ومهدوم بشكل مو طبيعي. وفي شنطه هنا يعني، هذه الشنطه اذا ما طلع لي فيها اغراض انا ما راح افهم والله. فاضي يا جماعه الشنطه ذي. واو في حد جاء قبلي لويتها اتوقع. انذار ثاني هنا، في حد مسويها قبلي كمان شايفين، ممنوع اسويها. هنا في فلوس. طيب يا رب فلوس يا جماعه. بالفلوس بدي اطور نفسي نشتري اسلحه واشياء اكثر مثل ما شايفين يعني الان، فما راح ارفض ابدا يا جماعه. اللعبه مثل اسكيب فروم تاركوف للامانه يا جماعه، بس انه على احسن تقريبا يعني، او ما اعرف اذا على احسن بالوقت الحالي. وفي شنطه هنا كمان. او نايس، حلو الفكره دي، يحطون شنطه على هذا المكان عندك تلوتها وتاخذ من الاغراض. اوه شباب مفك سكرو درايفر والله، كفو. في مفكات بدي اللعبه كمان، لا تقول لي كابوس سكام رجع من جديد. في لاعب دخل هناك شباب. ذاك 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 لاعب، ذاك لاعب. ذبحته شوي، ذبحته والله، ذبحته والله. رمي ذبحته اللاعب والله. مسدس موت يا شيخ، موت بسرعه. خليني اذا اشوف ايش معاه يا جماعه. ده لاعب حقيقي ترى يا جماعه. او ماي جاد، الملابس اللي معاه، الاغراض اللي معاه، خذ فلوسه. عندي ناخذ الباك باك تبعه. اخذت الباك باك، ما ادري ايش فيها بيكون والله. معاه شات جن، بدي ناخذ شات جن. ليش ما ياخذ شات جن؟ خذ شات جن يا ولد. نايس، بدي اخذ اشياء كثيره والله. فضيته من كل اللوت يا جماعه، وربي اني فضيته من كل اللوت شباب. اركض اخوي عمر اركض، شفطت منه كل اللوت اللي معاه. يخرب بيت لحاله، شوف كيف شكلي صار يا جماعه، صرت جندي الان. خليني اخطط السلاح، والله اني جلدت واحد على الاقل. كيف اطلع من هنا طيب؟ هنا الاكزيت؟ اتوقع من هناك الاكزيت والله، بس انا شلون ايش وداني لهنا؟ صار لي ساعتين جالس امشي من هذا المكان. ياب ما في غير مخرج واحد بالمدينه يا شباب، هو مخرج واحد. شباب اشتباكات، او ماي جاد الاشتباكات اللي صايره. اركض اخي عمر اركض. السلاح هذا اللي معي ما عجبني ابدا، مو رشاش الان يا جماعه والله ما عجبني. تعالوا ندور على مخرج ونهرب من هذا المكان، بس كذا هذا كل اللي احتاجه الان. ما يموت ذا. موت يا حمار. انا ساكت بس ابي اركز شويتين بالعالم هنا. تاخرت بسرعه، فين الان؟ لازم اروح من ورا يا جماعه. اذا سلكت ذا الطريق لنهايته راح يكون المخرج تبعي يا جماعه، اوكي؟ عشان ارجع لمدينتي يعني من جديد. ايش الصوت؟ يخرب بيتك، يخرب بيتك من حالك والله، ما توقعت يلحقني ذا. ما في فلير احمر هناك، هذا الوضع ما يطمني نوعا ما، اوكي؟ ولكن راح اروح على هذا الفلير. ريتر ريتر ريتر، كفو، روح على الود بيري، روح على الود بيري، ليتس جو. وهذا نحن الان عدنا من جديد، والسلام عليكم، ذبحنا واحد ايزي بيزي.
اوه ستورج على طول عطتنا ذي. عندي شاب باك باك هنا كمان ايضا راح احطه هنا احتياطا. الشاتجن هذا جبته طبعا راح احطه هنا كمان. اوكي شايفين كل الاغراض اللي جبتها؟ والله ديم شباب. نايس جود باي يا حبيبي جود باي. اوكي شباب ضمنت وضعي الان، حطيت كل اغراضي هناك علشان تعرفون يعني، حتى الشاتجن حطيته في ذاك المكان عشان يعني يا جماعه. اوكي فهذه كانت جوله بسيطه وتجربه بسيطه للعبه دي دي بي 4 يا جماعه. اكتبوا رايكم تحت بالتعليقات، انا راح اعطيكم رايي بالكامل بقناتي الثانيه، ولكن كوهله اولى يا شباب بديني اخبركم ان اللعبه هذه حلو اني العبها مره مرتين، بس هل يا ترى ممكن العبها 3 مرات مثلا بعدين؟ يا فهمت فكره الاواكي الزبده، تقتل ناس تجيب لوت وتحط مكان تجرب تسوي في الى اخره. اوكي عكس لعبه السكم مثلا تعطيك طابع انه في شيء لازم تسويه، لازم تلعب تم تلعب 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 عشان تسوي كذا اشياء كثيره بعدين، يعني تصرخ بيوت تسوي اشياء. يا الزومبي هناك احسن بكثير من هنا كمان. اوكي ما ادري يا جماعه الخير، اكتبوا لي رايكم بالتعليقات عن هذه اللعبه، ابي اشوف كل تعليقاتكم ان شاء الله بحط لكم قلوب كلكم يا جماعه الخير. اوكي يعطيكم الف عافيه يا جماعه، كان معكم محمود من قناه ممكالو، السلام عليكم يا جماعه الخير، في امان الله. Big bad storm is rolling in by the thunder and fog.